السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات، شوفوا لي بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشاركنش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العاده نشوفوا في فيديو جديد تيما مغرب.